الأول من المحاضرة. تمام، هناخد هنتكلم على الخلية. احنا كنا في الشابتر اللي فات كنا احنا اتكلمنا على الموليكيولز بتاعت الخلية اللي هي كانت الكربوهيدرات والبروتين والفاتس مع الليبيد. النهارده هنبدأ نتكلم على الخلية. الخلية احنا عارفين ان الخلية هي بنسميها اللي هي الفاندمنتال يونت اوف ذا ليفينج ثينجز، يعني هي الوحدة الأساسية بالنسبة للكائن الحي. importance of cells او أهمية الخلايا. نستخدم بس القلم بتاعنا كده. أهمية الخلايا، احنا قلنا ان كل الخلايا او كل الكائنات الحية عبارة عن خلايا، زي ما اتفقنا ان كلمة all تعني كل الاورجانيزمز، تمام، وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا. الخلية هي أبسط تركيب أو أبسط مجموعة من المادة، بحيث إن هي تقدر إنها تجسد هذا الكائن الحي. وإحنا قلنا إن في بعض الكائنات الحية عبارة عن خلية واحدة زي البكتيريا زي الأركي، وفي بعض الخلايا عبارة عن multiple cells أو بنسميها multicellular organisms. إحنا قلنا زي اللي هي النباتات والحيوانات وبعض أنواع من الفنجاي اللي هي الفطريات. طيب cell structure is correlated to cellular function، ده معناها ان في توافق ما بين الوظيفه و الوظيفه والتركيب، يعني لازم يبقى تركيب الخليه يتوافق مع الوظيفه بتاعتها. فلازم نخلي بدل من كلمه correlated، ده معناها في توافق مع الاستراكشر والفانكشن. طيب to study cells، عشان انا ادرس الخلايا طبعا انا محتاج ان انا اشوفها، فانا عشان اشوف الخلايا محتاج ان انا اكبرها لان حجمها صغير جدا ما اقدرش ان انا اشوف. يبقى to study cells البيولوجيستس او علماء الاحياء استخدموا الميكروسكوبس اللي هي الميكروسكوبات، واستخدموا بعض ادوات من البايو كيمستري عشان اقدر ان انا اشوف الخليه. Scientists use microscopes to visualize cells. أنا استخدمت الميكروسكوب عشان أقدر أشوف أو أشاهد الخلايا اللي هي حجمها صغير جدا، تمام، اللي ما بقدرش أشوفها بالعين المجردة اللي هي naked eye. يبقى scientists use microscopes to visualize cells too small to see with naked eye. إذا أنا استخدمت الميكروسكوب لعدم قدرتي على مشاهدة الخلايا نظرا لان حجمها كان صغير جدا ما بقدرش اشوفه بالعين المجرده اللي هي naked eye. طيب انا عندك كم نوع من الميكروسكوبات؟ عندك في نوعين، اول نوع اللي هو اللايت، ده اول نوع اللي هو اللايت مايكروسكوب، والرمز بتاعه اللي هو LMS او اس، هنا تعود للجمع، فهنا لايت مايكروسكوبس. اوكي، اللايت مايكروسكوب او الميكروسكوب الضوئي هو بيستخدم الـ visible light اللي هو الضوء المرئي عشان يمر خلال العينة بتاعتي اللي هي اقدر ان انا افحصها تحت الايه، تحت الميكروسكوب. يبقى انا بستخدم الـ visible light اللي هو الضوء المرئي بالنسبة لللايت ميكروسكوب عشان امررها في العينة اللي انا هفحصها، هعمل لها فحص. الماجنيفيكيشن هنا بيتم من خلال مجموعة من العدسات، في عندي الميكروسكوب في عنده مجموعه من العدسات، في اللي هي نوعين، العدسه الموجوده فوق بنسميها الاي لينز اللي هي العدسه العينيه، وفي عندي الاوبجكتيف لينز اللي هي العدسه الشيئيه اللي هي بتبقى موجوده تحت. قوه التكبير بتاعه العدسه اللي فوق تقريبا حوالي 10 اكس قوه التكبير بالنسبه للعدسه الشيئيه او الاوبجكتيف لينز، بتختلف، في منها 4 اكس، في منها 10 اكس، في منها 40 اكس، في منها 100 اكس. قوه التكبير بضرب ال 10 اكس اللي هي بالنسبه للعدسه العينيه بضربها في العدسه الشيئيه بتديني قوه التكبير الكليه، هنا هتبقى 40 اكس وهنا هتبقى 100 وهنا 400 وهنا هتبقى 1000. اذا اقصى
قوه تكبير بالنسبه للميكروسكوب الضوئي هو هتبقى عباره عن 1000 مره بالنسبه للعينه. طبعا مش هقدر ان انا اقدر افحص اللي هو المكونات الداخليه الموجوده داخل الخليه، لكن اقدر اشوف الخليه بس كخليه كتكوين خارجي بالنسبه للخليه. انا بستخدم different types of microscopes، يعني بستخدم انواع مختلفه من الميكروسكوب عشان اقدر اشوف او اشاهد احجام مختلفه من الخلايا. يبقى can be used to visualize different size cellular structure عشان اقدر اشوف تراكيب مختلفه بالنسبه للخليه. الجزء ده مش بالنسبه لي مش هيبقى مهم قوي، يعني هو انا عايز يدي لك امثله لبعض الاجزاء من الكائنات الحيه وبالقياس بتاعها. انا يهمني انا بستخدم مجموعه مختلفه من الميكروسكوبات لمشاهده to visualize different size cellular structure عشان اقدر اشوف تراكيب مختلفه من الخلايا. النوع الثاني من الميكروسكوبات اللي هو الميكروسكوب الالكتروني، واحنا لجأنا للميكروسكوب الالكتروني عشان اقدر اشوف التفاصيل الدقيقه اللي موجوده داخل الخليه. احنا اتفقنا ان قوه التكبير بالنسبه للميكروسكوب الضوئي لن تتعدى 1000 اكس، يعني قوه التكبير هي العظمى بتاعتها 1000. لكن الالكترون مايكروسكوب حل لي مشكله هنا، ان انا اقدر اشوف بتكبيرات بتصل الى 20 30 40 الف مره. فهلاقي الالكترون مايكروسكوب في منه نوعين، في منه النوع اللي هو الماسح بسميه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، وفي عندي النوع الثاني اللي هو السكاننج الكترون مايكروسكوب اللي هو الماسح، اما الترانسميشن هو النافذ. معلش انا عكستها. يبقى الفوكس اوف بيم اوف الكترونز، هنا بستخدم مجموعه من الالكترونات او الاشعاع الالكتروني عشان يمر على العينه بتاعتي عشان يعمل فحص لها واقدر اكبرها للتكبيرات اللي انا قلت عليها، بتصل الى تكبيرات كبرى بتصل الى 20 30 40 الف مره. لكن انا عندي نوعين زي ما انا قلت، النافذ وزي ما انا قلت الماسح اللي هو الترانسميشن الكترون مايكروسكوب والسكاننج الكترون مايكروسكوب. اول نوع اللي هو السكاننج، ودايما احفظ الايه، لازم احفظ الاختصارات، الاختصارات هنا عندي مهمه جدا. يبقى السكاننج الكترون مايكروسكوب اللي هو سكاننج اللي هو اس اي ام، هيديني التفاصيل الدقيقه جدا او ديتيل ستادي للسيرفس، اهم حاجه عندي لسطح العينه. يبقى استخدام السكاننج هو مجرد لمسح العينات من الخارج عشان اقدر اشوف التراكيب الخارجيه اللي موجوده على العينه بتاعتي. المثال هنا ان انا اخذت قطاع في الرابت تراكية اللي هو قصبه هوائيه بالنسبه للارنب، فلاحظت لما انا فحصت الطبقة الداخلية للقصبة الهوائية لقيتها مغطاة بمجموعة من الأهداب أهي زي ما هو في الصورة كده. هذه الأهداب تساعد على خروج المواد العالقة في الهواء خارج القصبة الهوائية. يبقى أنا ما قدرتش أشوف هذه الأهداب إلا باستخدام السكاننج إلكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الماسح. طيب انا لو عايز اشوف التراكيب الدقيقه بقى اللي موجوده داخل هذه الاهداب، انا كده شفت الاهداب من الخارج اللي موجوده خارج الخليه، لكن انا عايز اشوف الاهداب دي تراكيبها عباره عن ايه. هنا انا هستخدم الترانسميشن الكترون مايكروسكوب اللي هو النافذ، اللي هو الميكروسكوب الالكتروني النافذ. هنا بيديك تفاصيل دقيقه جدا، ديتيلد ستادي للانترنال الترا ستراكشر اوف ذا سيلز اللي هو التراكيب الدقيقة الداخلية بالنسبة للخلية. هلاحظ هنا لو أنا هركز على الأهداب، هلاحظ هنا عندي في بعض الأشكال أو في شكلين بالنسبة للأهداب، في عندك longitudinal section، عندك قطاع طولي، وعندك cross section قطاع عرضي. لو دققنا النظر شوية هنلاقي إن التراكيب دي عبارة عن مجموعة من الأونيبيبات موجودة في بهذا الشكل كده. هذه الأونيبيبات عبارة عن أونيبيبات أصغر بهذا الشكل. هذه الأونيبيبات ما كانتش هتبان إلا باستخدام الترانسميشن إلكترون مايكروسكوب. فهنلاحظ هنا بالنسبة لهذا
الجزء هلاقي انك انت عندك ممكن تاخد قطاع طولي، ممكن تاخد قطاع عرضي في الاهداب عشان اقدر اشوف التراكيب الدقيقه اللي موجوده في الداخل. هو ده الكلام اللي مكتوب هنا او التعليق اللي موجود على الصوره، ان انا بقدر استخدم هذا الميكروسكوب الالكتروني لفحص التراكيب الداخليه بالنسبه للسيليا او بالنسبه للاهداب. احنا قلنا ان الخلايا هم العلماء قسموها الى نوعين، قسموها الى بروكاريوتيك سيلز وايوكاريوتيك سيلز. اذا جميع الخلايا اللي موجوده لكل الكائنات الحيه هي مقسمه الى نوعين، بروكاريوتيك سيلز وايوكاريوتيك سيلز، واحنا اتفقنا ان تم تقسيمها بناء على تواجد النواه. لو النواه موجوده يبقى هو ايوكاريوتيك سيلز، لو النواه مش موجوده يبقى هي بروكاريوتيك سيلز. طيب تعال نشوف خصائص الخلايا دي ايه. احنا كنا خدنا في الجزء الاول في الشابتر رقم واحد كنا خدنا خاصيتين. الخاصيه الاولى ان في عندك بلازما ممبرين، جميع الخلايا تحتوي على بلازما ممبرين، وجميع الخلايا تحتوي على كروموسوم، وقلنا الكروموسوم اللي هو الجيناتيك ماتيريال او الدي ان ايه اللي هي الماده الوراثيه. يبقى انت الخاصيتين دول احنا كنا اتكلمنا عنهم في الشابتر الاولاني. النهارده او في المحاضره دي احنا هنضيف كمان خاصيتين، اللي هو وجود ماده شبه سائله بنسميها سيتوسول، اهو اللي هي هذه الماده. هذه الماده هي عباره عن ماده تشبه الجيلي شبه سائله، بحيث ان هي بتسبح فيها العضيات الموجوده في الخليه لو في عضيات. تاني حاجه ان هذه جميع الخلايا all cells هنا تحتوي على رايبوسومز، والرايبوسومز هنا اللي هي عضيات لصناعه البروتين. اذا انا لازم نتفق هنا ان جميع الخلايا البروكاريوتيك واليوكاريوتيك لها اربع خصائص متميزه. البلازما ممبرين، وانا عارف الكلام ده من سابق دراستي للشابتر الاول، تحتوي على ماده وراثيه اللي هو الكروموسوم او الدي ان ايه، تمام، او الجيناتيك ماتيريال، يعني ممكن انا اسميها جيناتيك ماتيريال ما اقولش انها دي ان ايه كماده وراثيه، بالاضافه الى ماده شبه سائله اللي هو السيتوسول، بالاضافه الى الرايبوسوم كعضيه لصناعه البروتين. طيب البروكاريوتيك سيلز هنا اللي هي الخلايا البدائيه، احنا عارفين انها dont contain nucleus. اذا الخلايا البدائيه البكتيريا او الاركي هي خلايا بدائيه. ليه بدائيه؟ لان هي لا تحتوي على نواه. طيب ايه كمان؟ قال لك dont contain organelles. dont contain organelles، قال لها امال انت هنا قلت لي ان all cells have ribosome في الجزء ده، تمام انا معاك، وعشان كده انا قلت لك ايه هي dont contain organelles except الرايبوسوم، لان الرايبوسوم هنا موجود في جميع الخلايا البروكاريوتيك واليوكاريوتيك. اذا العضيه الوحيده المشتركه ما بين جميع الخلايا اللي هي الرايبوسوم، طبعا ده مهم لصناعه البروتين. بالاضافه ان الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه لوكيتد او هي موجوده في منطقه انا بسميها نيوكليويد، اللي هو بسميها نظير النواه. اذا النيوكليويد هنا كماده، تمام، او كمنطقه بتوجد فيها الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه، فلازم اخلي بالي ان النيوكليويد هو مكان، النيوكليويد هو مكان وليس نواه، فالنيوكليويد هي المنطقه اللي بتقع فيها الماده الوراثيه بتاعه الخلايا البدائيه. طيب تعالى كده نشوف تركيب الخلايا البدائيه، هنلاقي انها عباره عن مجموعه من التراكيب. البلاي هي عباره عن الهديبات. الهديبات هي تراكيب موجوده على سطح البروكاريوتيك سيل، وظيفتها لازم ابقى انا عارف ان البلاي هي ما هي الا انها عباره عن عضيه موجوده للتلاصق، بحيث انها تعمل التصاق على الاسطح اللي هتيجي هتقف عليها البكتيريا او اللي هتقف عليها الاركي. اذا البلاي ما هي الا انها عباره عن عضيات التصاق.
للالتصاق على الأسطح المختلفة. النيوكليويد زي ما اتفقنا، كلمة نيوكليويد هي المنطقة تمام اللي بتقع فيها المادة الوراثية. فنلاحظ هنا ان النيوكليويد هي region where cells DNA is located not enclosed by membrane. هو بيأكد لي انها مش محاطة بغشاء، لان هي لو هتحاط بغشاء هتتحول الى نواة. فاذا المادة الوراثية لو هي موجودة داخل غشاء تحولت الى نواة، فهنا ما تبقاش دي بروكاريوتيك سيلز. وذلك هو بيأكد لي انها not enclosed by membrane. الريبوسوم كعضيات موجودة لصناعة البروتين زي ما اتفقنا، اللي هي الريبوسومز. والبلازما ممبرين طبعا هو الغشاء البلازمي، هو عبارة عن ممبرين انكلوزنج ذا سيتوبلازم، عبارة عن غشاء يحيط بالسيتوبلازم اللي هي المادة السائلة اللي موجودة داخل الخلية. بيحيط بالبلازما ممبرين بقى هنا عندك السيل وول. السيل وول اللي هو الجدار الخلوي، عباره عن ريجد ستراكشر، يعني عباره عن تركيب صلب اوتسايد البلازما ممبرين، من خارج البلازما ممبرين. الكابسول هي عباره عن زي الحويصله، جيلي لايك اوتر كوتينج، هي عباره عن تركيب يشبه الجيلي شبه سائل، يحيط بكثير من البروكاريوتيك سيلز. إذا أنا عندي ثلاث أغطية خارجية، أول حاجة البلازما ممبرين ده رقم واحد، بحيث إن هو يحيط بالسيتوبلازم ومكونات السيتوبلازم. طبعاً داخل السيتوبلازم في عندك الـ DNA وفي عندك الريبوسوم وفي عندك البلازميد، ودي حاجة تخص الصفات الوراثية بالنسبة للكائن الحي. المهم البلازما ممبرين بيحيط بالكلام ده كله. طيب مين يحمي البلازما ممبرين؟ عندك السيل وول. السيل وول كغشاء صلب بحيث ان هو بيحمي البلازما ممبرين. طيب مين يقفل على الغشائين دول؟ اللي هو الكبسول اللي هي المحفظه او الحويصله اللي بتحيط بالكلام ده كله، اللي بتطلع منها طبعا اللي هي البلاي اللي هي الهدايبات. طيب ازاي بتتحرك البروكاريوت؟ عندهم عضيات حركة بنسميها الفلاجيلا أو الأصوات. الأصوات هنا هي عبارة عن locomotion organelles، عضيات للحركة لبعض أنواع من البكتيريا. إذا أنا أخلي بالي إن البلاي كعضيات ما هيش عضيات حركة. الهديبات هي عبارة عن عضيات التصاق. عضيات الحركة هنا اللي هي الفلاجيلا وليست البلاي. فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا. طبعا احنا بنخلي بالنا كمان ان المادة الوراثية اللي هي DNA تقع في منطقة تسمى النيوكليويد اللي هو نظير النواة. الايوكاريوتيك سيلز اللي هي الخلايا الحقيقية، ودي بقى هتبقى جميع الكائنات الحية اللي هي زي الحيوانات والنباتات والفطريات والطلائعيات. يبقى كل هذه الكائنات هي عباره عن خلاياها، هي عباره عن خلايا تحتوي على نواه. يبقى هي contain true nucleus، في عندك نواه حقيقيه، يعني عندك الماده الوراثيه محاطه بغشاء bounded by membranous nuclear envelope، محاطه بغلاف نووي عشان يحيط بالايه هذه الماده الوراثيه. contain organelles، تحتوي على عضيات تمام. زي ايه هذه العضيات؟ عضيات عندك الميتوكوندريا، عندك النواة، عندك الريبوسوم، عندك اللايزوسوم، عندك جولجي أبريتاس، عندك الاندوبلازميك ريتيكولم. كل هذه العضيات مش موجودة غير في اليوكاريوتيك سيلز. Are generally quite bit bigger than prokaryotic cells، يعني حجمها اكبر من الخلايا البدائيه. طبعا اتفقنا ان الخلايا البدائيه اللي هي البروكاريوتيك سيلز حجمها صغير جدا بالمقارنه باليوكاريوتيك سيلز، زائد ان اليوكاريوتيك سيلز هي معقده التركيب نظرا او بالمقارنه للبروكاريوتيك سيلز. طيب the logistics of carrying out cellular metabolism sets limits on the size of the cells. انا عايز اقول هنا حاجه ان
هو عايز يقول لي هنا ان حجم الخليه، حجم الخليه مهم جدا بالنسبه للوظيفه اللي هيقوم بيها السيلر او اللي هتقوم بيها الخليه هنا، اللي هي العمليات الايض اللي هتقوم بيها الخليه. طيب يبقى عمليه تنفيذ الايض الخلوي هنا يعتمد على حجم الخليه. طيب ازاي؟ بمعنى ان كلما صغر حجم الخليه، نركز كده، كلما صغر حجم الخليه كلما زادت مساحه السطح اللي هيتم فيها تبادل المواد الغذائيه ما بين الخليه وما بين الوسط الخارجي، او عمليه خروج الواست ماتيريالز اللي هي المواد اللي هي الناتجه من عمليات الايض زي ثاني اكسيد الكربون وزي بعض المواد الاخراجيه خارج الخليه. طيب انا عشان اوضح النقطه دي، لو انت عندك خليه تمام، هنديها بالمثال ده اللي هو المكعب ده. انت عندك مكعب هنا طول ضلعه 3 سم بهذا الشكل، وعندك مكعب تاني صغير طول ضلعه 1 سم. طيب مين فيهم هيبقى مساحة سطحه اكبر؟ اللي هيبقى 1 سم ولا ال 3 سم؟ زي ما انا كده قلت لك، كلما صغر حجم الخلية تمام كلما زادت مساحة السطح. طيب تعالى كده نحسب مساحة السطح لكل من المكعبين دول ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. طيب المكعب الاولاني هو 3 سم، هو لما نيجي نحسب المساحه بتاعته هنضرب الطول في العرض، يعني 3 ضرب 3 ب 9 ضرب 6 اللي هو عدد الاوجه الخاصه بالمكعب، يبقى عندك المساحه الكليه حوالي 54 سنتيمتر مربع او تربيع. طيب عايزين نحسب الحجم كده، هيبقى الطول في العرض في الارتفاع، يعني 3 ضرب 3 ضرب 3 يعني هيساوي طبعا 9 في 3 بيساوي 7 وايه 27 سنتيمتر ايه مكعب، لان الحجم بالتكعيب. طيب هنختصر ال 27 مع ال 54، على 27 في الواحد ال 4 على هيبقى فيها الاثنين، يعني هتبقى نسبه 1 الى 2. يبقى خلي بالك لما بيكون المكعب حجمه كبير مساحه سطحه بتبقى 2. طب تعالى نشوف كده في بالنسبه للمكعب الصغير، هيبقى 1 ضرب 1 ضرب 6 اللي هي طبعا الطول في العرض في عدد الاوجه، هيساوي 6 cm2، الحجم بتاعها 1 في 1 في 1 هيساوي 1 طبعا cm تكعيب. شوف هنا بقى المقارنة، لما كان الحجم واحد تمام كانت مساحة السطح 6، ده معناها ان مساحة السطح هنا زادت كبرت، يبقى كلما قل الحجم تمام كل الخلية، انا بتكلم على الخلية وانا حسبتها لك رياضيا، كلما قل حجم الخلية كلما زادت مساحة السطح. زي ما احنا ملاحظين هنا كانت المكعب الصغير ده مساحة سطحه أكبر بالمقارنة لمساحة السطح بتاع المكعب الكبير، يعني الحجم بالنسبة لمساحته. طيب ده هيفيدني في إيه؟ يعني ليه أنا بقول لك النقطة دي؟ لأن طبعًا الغشاء الخلوي أو السيلر ممبرين هنا بتقوم عليه عمليات حيوية كتيرة جدًا. إن هلاحظ هنا إن الفانكشن بتاعه عبارة عن سيلكتيف بارير، عبارة عن حاجز اختياري بيسمح بمرور المواد الغذائية من الخلية إلى خارج الخلية، فأنا محتاج مساحة سطح كبيرة، وفي نفس الوقت أنا محتاج يبقى حجم الخلية صغير. تمام؟ مما يسمح طبعًا allow sufficient passage مرور المواد الغذائية والمواد الإخراجية اللي هي waste products اللي هي المواد الإخراجية من والى خارج الخليه. نخلي بالنا من النقطه دي. النقطه دي مهمه جدا، ان كلما صغر حجم الخليه كلما زادت مساحه السطح لتبادل المواد الاخراجيه
عبر الغشاء الخلوي. طيب الايوكاريوتيك سيلز هاف اكستنسيف اند الابراتوري ارينجد انترنال ميمبرينز. وكلمه انترنال ميمبرينز نركز قوي هي عباره عن الاورجانيلز. يبقى كلمه انترنال ميمبرينز تعني اورجانيلز. احنا اتفقنا ان كلمه اورجانيلز دي لها اكتر من تركيب، يعني ممكن نقول عليها باوند ستراكشرز، يعني عباره عن ميمبرينز باوند ستراكشرز، عباره عن تراكيب محاطه باغشيه هي الاورجانيلز. هنا انترنال ميمبرينز يعني عباره عن اغشيه داخليه، والمقصود بها ان عباره عن عضيات محاطه باغشيه. اذا انا اخلي بالي ان الايوكاريوتيك سيلز عباره عن مجموعه من العضيات تمام المحاطه باغشيه الداخليه. طيب البلانت اند انيمال سيلز اللي هي النباتات او الخلايا النباتيه والحيوانيه، هيعمل مقارنه ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. هي هاف موست اوف ذا سيم اورجانيلز. خلي بالك ان العضيات اللي موجوده في الخلايا النباتيه والحيوانيه تقريبا واحده، مع بعض الاختلافات اللي احنا هنركز عليها. يبقى انا هركز على الاختلافات. طبعا الانيمال سيل هنلاحظ ان فيها مجموعه من العضيات تمام موجوده في البلانت سيل، فيما عدا ثلاث عضيات، فيما عدا اللايزوسوم. اللايزوسوم اللي هي المحللات، وده موجود في الانيمال سيل فقط. في عندك عضو الحركه اللي هو الفلاجيلم اللي هو الصوت، ده موجود في الخلايا الحيوانيه فقط. في عندك كمان المريكزات اللي هي السنتروسوم، ودي خاصه بالانقسام الخلوي، ودي موجوده بس في الخلايا الحيوانيه. اذا الخلايا الحيوانيه تحتوي على لايزوسوم، فلاجيلم، سنتروسوم تمام او سنتريول، بنسميها هي سنتروسوم او سنتريول، يعني نفس الشيء. الثلاث عضيات دول هم ما يميز الخليه الحيوانيه. اما باقي العضيات يعني طبعا النواه موجوده في الخليه النباتيه، البلازما ميمبرين موجوده، الرايبوسوم موجود، جولجي ابريتس، البريكسوم، الميكروفيلاي، السيتوسكيلتون، كل ده موجود، حتى الاي ار اللي هو الشبكه الاندوبلازميه، كل ده موجود في الخلايا النباتيه. طيب تعالوا نشوف ايه الموجود في الخلايا النباتيه ومش موجود في الخلايا الحيوانيه. طبعا اهم حاجه اللي هو الكلوروبلاست اللي هي البلاستيدات الخضراء. الكلوروبلاست ده مش موجود في الخلايا الحيوانيه. في عندك السيل وول الجدار الخلوي، وفي عندك اللي هو السنترال فاكيول اللي هي الفجوات المركزيه، وفي كمان عندك القنوات السيتوبلازميه اللي هي البلازمودسماتا. هذه القنوات مش موجوده غير في الخلايا النباتية فقط. إذا الخلايا النباتية تتميز عن الخلايا الحيوانية في سنترال فاكيول، كلوروبلاست، سيل وول، زائد البلازما أو البلازمو ديسماتا. تمام؟ هنلاحظ هنا إن السنتروسوم ده من فضلك أنت إيه اشطب عليه، لأن هو غير متواجد في الخلية النباتية. اللي معاه الكتاب هيلاحظ إن مش موجودة في الكتاب. هي في السلايدات هنا موجوده بالخطا. اذا الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه معظم العضيات موجوده فيها، فيما عدا ثلاث اربع عضيات تميز الخلايا النباتيه عن الخلايا الحيوانيه، والعكس صحيح. فنخلي بالنا من اسماء العضيات وتراكيبها، ونعرف كل خليه موجود فيها ايه. يعني الخلية النباتية موجود فيها ايه او ما يميزها عن الخلايا الحيوانية، والعكس صحيح. طيب نبدأ بقى ندرس العضيات وناخد التفاصيل بتاعة العضيات. الايوكاريوتيك سيلز يا طارق في الصوت واضح يا شباب؟ ايوه واضح. طيب تمام. الايوكاريوتيك سيلز
اللي هي الخلايا الحقيقية، تمام، هي تحتوي على الجينيتك انستراكشنز اللي هي تحتوي على التعليمات الوراثية اللي موجودة داخل النواة. ما دام انا بتكلم على يوكاريوتيك سيلز يبقى انا بتكلم على مجموعة من التعليمات، هذه التعليمات موجودة على الجين اي او المادة الوراثية اللي داخل النواة. طيب هذه التعليمات بيتم تنفيذها كاريد اوت، يعني بيتم تنفيذها عن طريق الريبوسومز او العضيات الخاصه بتصنيع البروتين. واحنا اتفقنا ان اي صفه داخل الكائن الحي، اي صفه هي عباره عن بروتين بيتم تصنيعه لاظهار هذه الصفه. زي ما قلنا ان لون الورده الاحمر او الابيض هي ما هي لانها عباره عن بروتينات بيتم تصنيعها داخل الكائن الحي لاظهار صفه اللون. تمام؟ جميع الانزيمات والهرمونات اغلبها عباره عن بروتينات، فبرضه بيتم تصنيعها بتعليمات من الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه، وبينفذها مين اللي بينفذها؟ اللي بينفذها الريبوسوم هو مصنع صناعه البروتين، طبعا طبقا لتعليمات النواه او الماده الوراثيه الموجوده داخل النواه. طيب النيوكليوس او النواه تحتوي على موست سيلز دي ان ايه. خلي بالك انا قلت موست ما قلتش اول، يبقى النيوكليوس كونتينز موست اوف ذا سيلز دي ان ايه. اذا في بعض العضيات تحتوي على دي ان ايه، هنقولها دلوقتي. يبقى ذا نيوكليوس كونتينز موست اوف سيلز دي ان ايه في اليوكاريوتيك سيلز، هي الماستر بلانز، هي اللي بتخطط وتتحكم في أنشطة الخلية في السيلز اكتيفيتيز عن طريق صناعة الايه، عن طريق صناعة البروتين. يبقى its master plans and controls the cells activities by directing protein synthesis. اتفقنا ان اي حاجة داخل الخلية بيتم تصنيع البروتين الخاص بيها. طيب ما يحيط بالنواة بسميها nuclear envelope. إذا الغلاف الخارجي بالنسبة للنواة أنا بسميها النيوكلير انفلوب. النيوكلير انفلوب هو اللي بيحتوي على، يعني هو بيحتوي النواة، encloses the nucleus، بيحيط بالنواة، بيحيط بالنواة ده معناه إن هو بيفصلها، بيعمل separating لمكوناتها عن مكونات السيتوبلازم، بيعمل لها حماية. يبقى بنلاحظ كده إن النيوكلير انفلوب ما هو الا انه عباره عن غلاف لاحاطه النواه ويفصلها عن ايه؟ عن السيتوبلازم. الريبوسومز. الريبوسومز احنا قلنا هي عضيات خاصه بصناعه البروتين. التركيب بتاعها هي عباره عن ريبوسوم الار ان ايه، عباره عن ار ار ان ايه او بسميه ريبوسوم الار ان ايه، وعباره عن بروتين. إذا الريبوسوم عبارة عن جزئين، جزء عبارة عن بروتين وجزء عبارة عن ار ار ان اي، ده التركيب بتاعها، عبارة عن جزئين، ريبوسوم الار ان اي وبروتين. طيب كاري اوت بروتين سينسز هي اللي بتنفذ تصنيع البروتين، يعني بيتم تصنيع البروتين داخل الريبوسوم. انت عندك نوعين من الريبوسوم. الريبوسوم اولا بيتم تصنيعها داخل النويه، تلاحظ كده في الجزء ده هنا في عندك نيوكليولس. النيوكليولس دي هي عباره عن نويه، النويه دي موجوده داخل النواه، هي المسؤوله عن تصنيع الريبوسوم. اذا بيتم تصنيع الريبوسوم داخل النويه اللي موجوده داخل ايه؟ داخل النواه. تمام؟ طيب بيطلع الريبوسوم من النوية، يخرج من الفتحات اللي موجودة هنا، في عندك فتحات، هنا عندك بورز، هذه البورز بتطلع منها الريبوسوم، يا إما بتبقى موجودة حرة سيتوبلازم أو مرتبطة على بعض الأغشية اللي موجودة في حوالين النواة، يا إما باوند ريبوسومز مرتبطة يا إما فري ريبوسومز. يبقى انت عندك نوعين من الريبوسومز، والاثنين بيقوموا بتصنيع الايه؟ بتنفيذ الاوامر اللي جايه لهم من الماده الوراثيه اللي في النواه لتصنيع البروتين.
تمام. بس الفرق بينهم ان واحده موجوده فري مش ملتصقه باي شيء، والاخرى ملتصقه بين باللي هي هنا في هنا اغشيه، تمام. الاغشيه دي تلتصق عليها الريبوسوم. طبعا بنلاحظ هنا ادي تركيب الريبوسوم اهو، عباره عن 2 يونتس، لارج يونت اند سمول يونت. واحد فيهم بروتين والثاني بيبقى بنسميه ريبوسومال ار، او بنسميه الار ار ان اي او ريبوسومال ار ان اي. طيب هندخل على نقطه مهمه قوي اللي هو الاندوميمبرين سيستم. الاندوميمبرين سيستم هو عباره عن نظام اغشيه داخلي داخل الايه؟ داخل الخليه. وظيفته ايه الاندوميمبرين سيستم ده، او هذا النظام الداخلي اللي موجود داخل الخليه؟ هو وظيفته تنظيم بروتين ترافيك، هو اللي بينظم عمليه مرور البروتين من نقطه تصنيعه الى نهايه لما بيتم تصديره. يبقى هي عباره عن مجموعه من العضيات مشتركه مع بعض في وظيفه واحده، هو تنظيم مرور البروتين. زائد ان هذه العضيات لها وظيفه اخرى، انها بتعمل بتنفذ او بتنجز performs metabolic function in the cell، لها بعض الوظائف الايضيه داخل الخليه. اول هذه العضيات اللي خاصه بالاندوميمبرين سيستم هو عباره عن الاي ار، وهنتكلم عنه دلوقتي. بالاندوميمبرين سيستم هو بيشمل مجموعه مختلفه من التراكيب، انا اقصد بها هنا العضيات. يبقى الديفرنت ستراكشرز من العضيات، اللي هو اولها اللي هو الاي ار اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم. يبقى الاندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه، لما نيجي نشوف الشكل بتاعها هي عباره عن مجموعه من الاغشيه تمثل نصف حجم الاغشيه الموجوده داخل الحلقيه. هنلاقي ان في كميه من الاغشيه كثيره جدا محاطه بالنواه. هذه الاغشيه هي عباره عن الاي ار اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده، هو يحيط بالاي ار. هذه الاغشيه ما هي الا انها امتدادات، يعني هي جايه من امتدادات للنيوكليير انفلوب. نخلي بالنا يعني بعد ما النيوكليير بعد ما النيوكليير انفلوب يلتف حوالين النواه، تمام، كغلاف نووي، بيكمل ويبدا يعمل التفافات داخليه حوالين النواه اللي هي بسميها الشبكه الاندوبلازميه. وذلك هو يعني بيقول انها تمثل نصف حجم الاغشيه الداخليه داخل الخليه. طيب نلاحظ كده ان هذه الاغشيه مع الالتفافات الكثيره اللي هي بتمثلها داخل الخليه بتعمل اكياس غشائيه بنسميها سيسترنا او صهاريج. انا بسميها صهاريج غشائيه، عباره عن زي ما يكون انا عندي مجموعه من الصهاريج كده، تمام. هذه الصهاريج بتلتف حوالين النواه، مجموعه من الصهاريج بهذا الشكل، تمام. وبنلاحظ كمان ان عليها نقاط او عليها بعض البروز الخفيف بهذا الشكل. تفتكروا لما احنا كنا بنتكلم على الريبوسوم قلنا ان في عندك نوعين من الريبوسوم، في عندك الفري وفي عندك الباوند، تمام. اللي موجود على الاي ار ده انا بسميه باوند ريبوسوم، اللي هو المرتبط بهذا الغشاء. اما اللي موجود فري ما بين الاغشيه مع بعضها فده فري ريبوسوم. اذا الريبوسومات اللي موجوده على الاي ار، تمام، هي الباوند ريبوسوم. بما انها مرتبطه على الاي ار او على الشبكه الاندوبلازميه، اذا انا هحولها الى رف. اصبح عندك هنا رف اي ار او عندك الشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الريبوسوم. طيب اللي ما فيهاش ريبوسوم، لما اجي كده اشوف فيه انا جزء ما رسمتش عليه نقاط، هذا الجزء انا بسميه سموث اي املس، تمام. سموث ريبوسوم تعني ليكس ريبوسوم، تفتقر او تفتقد للريبوسوم. اذا الشبكه الاندوبلازميه على حسب وجود الريبوسوم انا بقسمها الى نوعين، سموث اي ار ورف اي ار، اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة والشبكة الاندوبلازمية الملثاء، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟
الفموز اي ار له اربع وظائف مهمه جدا، هي عباره عن سينثايز ليبيدز، بدخل في تخليق الدهون على مختلف انواعها. طبعا له وظيفه مهمه في ايض الكربوهيدرات، تمام، يعني بيكسر الكربوهيدرات او بيكون كربوهيدرات. كلمه ميتابولايز تعني بناء او هدم الاثنين. ستور كالسيوم، بيخزن الكالسيوم. ديتوكسفايز بويزون، يعني بيخرج او بيزيل السموم من الخلايا. اذا السموث اي ار لها اربع وظائف. طبعا انتوا عارفين ان السموث اي ار هنا بما انه يعني له وظيفه ديتوكسفايز بويزون، فهتلاقي ان الجزء السموث ده موجود بنسبه اكبر شويه في خلايا الليفر، لان خلايا الليفر او الكبد هي من احد وظائفها ازاله السموم من الجسم. فهنلاقي ان الجزء ده مساحته زياده شويه في خلايا الليفر اللي هو الكبد. الليفر ال اي في ار من غير اي. طيب اذا انت عندك سينثايز ليبيدز، عندك ميتابولايز كربوهيدرات، عندك ستور كالسيوم تخزين الكالسيوم، وعندك الديتوكسفايز بويزن اللي هو ازاله السموم. الرف اي ار له وظيفتين مهمين جدا، هو صناعه البروتين. طبعا هو هاز باوند ريبوسوم، هو احنا الرف بيتميز عن السموز ان الريبوسوم بيلتصق عليه او بيلتصق على الاغشيه بتاعته. احنا قلنا اللي احنا سميناها سيسترنا، ركز قوي، سميناها سيسترنا اللي هي الصهريج غشائيه. طيب ايه وظيفه هذا الجزء؟ هو طبعا بما انه عليه الريبوسوم يبقى هيبقى مرتبط بصناعه البروتين زائد بعض الاغشيه الاخرى المهمه جدا في عمليه نقل منتجات الاي ار او منتجات جورجي ابريتس، هنشرحها بعدين. اذا هو بروديوس بروتين اند ميمبرينز، الميمبرينز هي مجموعه من الاغشيه which are distributed، شوف بيتم توزيعها او بيتم انتشارها عن طريق ترانسبورت فيسيكلز اللي هي الحويصلات الناقله اللي هتنقل منتجات الاي ار او اللي هتنقل منتجات الايه؟ جورجي ابريتس اللي هو جهاز جورجي. بعد كده هيتم انتقال ما تم انتاجه من الاي ار هيبدا يروح على جولجي ابريتس. هي مجموعه من الاغشيه على امتداد للاي ار. شوف ريسيف ميني اوف ذا ترانسبورت فيسيكلز، بتستلم كل الحويصلات الناقله اللي تم انتاجها في الرف او السموز الاثنين، يعني يا اما هنا يا اما هنا. طب الحويصلات الناقله دي كاني انا انتجت شيء ورايح اوديه مكان اخر، فانا محتاج حويصلات لنقل هذا المنتج. فطبعا بيتم انتاج البروتين زي ما قلنا في الريبوسوم، تمام، وبيتم انتاجه كمان في الرف اي ار. طب انا محتاج انقله الى جولجي، بيتم نقله عن طريق ترانسبورت فيسيكلز اللي هي دي. طيب الجولجي ابريتس كتركيب زي ما قلت هي امتداد لتركيب الاي ار، يعني هي عباره عن مجموعه من الصهاريج الغشائيه، ايضا عباره عن سيسترنا كونسيست اوف فلاتند ميمبرينيوس ساكس كولد سيسترنا، هي عباره عن مجموعه من الاغشيه، تمام، على امتداد الاي ار بسميها صهاريج غشائيه، يبقى كونسيست اوف فلاتند ميمبرينيوس ساكس كولد سيسترنا. وركز قوي على اسم هذه الاغشيه ان كانت في الاي ار او ان كانت في جولجي ابريتس. طيب ايه وظيفه جولجي ابريتس؟ جولجي ابريتس بياخد المنتجات اللي جايه من الاي ار بيعملها عمليه موديفيكيشن، عمليه تعديل او اضافه او حذف، يعني يا اما هو بيعدل فيها عن طريق اضافه او الحذف طبعا في هذه المنتجات، او ان هو بيخش في تصنيع بعض الماكرو مولكيولز. كلمة ماكرو مولكيولز زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرات السابقة، يا كربوهيدرات يا بروتين يا نيوكليك اسيد، يا اما بعض انواع من الايه؟ بعض انواع من الليبيدز، تمام؟ كجزيئيات كبيرة.
إذن الجولجي أبارس له دور مهم في تصنيع بعض الماكرو موليكيولز داخل الايه؟ داخل الخلية بالنسبة للكائن الحي. طبعا أنا مركز على اليوكاريوتيك سيلز، لأن البروكاريوتيك ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش عضيات زي ما اتفقنا فيما عدا الريبوسوم. طيب تعالى كده نشوف الفانكشن اوف ذا جولجي ابريتس او وظيفه جولجي ابريتس اللي هو جهاز جولجي. لو هنتبع كده الصور هنقرا من اول رقم واحد لحد رقم سته. ايه اللي بيتم؟ زي ما احنا قلنا ان الفيسيكلز او الحويصات هتتحرك من الاي ار هتروح على جولجي. تمام. الفيسيكلز دي كوليز تو فورم نيو سيس. كلمه سيس معناها وجه او شكل. هذا الوجه بيبقى دائما مقابل للاي ار، يعني لو انا عندي الاي ار بهذا الشكل كده دي نهايتها، هلاقي ان الوجه الاخر الخاص بجولجي انا بسميه سيس. تمام؟ اي الوجه المقابل للاي ار. تيجي الحويصلات بهذا الشكل اهي تلتحم مع هذا الجزء فبسميها سيس. تمام؟ الفيسيكلز كوليز يعني تلتحم مع بعضها تو فورم نيو سيس. طيب السيسترنال او هيحصل لها بعد كده ماتوريشن. ماتوريشن يعني عمليه نضج لهذه الايه؟ هذه الاغشيه. يبقى هيحصل ماتوريشن للجولجي سيسترنا موف ان ذا سيس، تتحرك في هذا الاتجاه. لو هتلاحظ كده في سهم احمر، هذا السهم يدل على اتجاه الحركة الخاص بهذه الأغشية. تبدأ تتحرك من الاتجاه، من اتجاه سيس إلى الاتجاه ترانس. الترانس هو الوجه الآخر أو من الناحية الأخرى اللي هو ده. ترانس فيس هو الوجه الآخر من جولجي أبريتس. يبقى جولجي أبريتس هنا عبارة عن وجهين. وجه سيس المقابل للإي آر ووجه ترانس، وده تقريبا اللي هيبقى قريب شوية من الغشاء البلازمي. طيب بعد ما يتم عمليه النضج للبروتين في رحلته ما بين السيس والترانس، بيتم تعديله زي ما انا قلت، او بيتم اضافه بعض الجزيئات له، وبيتم تحميله على حويصلات غشائيه او حويصلات، وبيتم اخراجه او التحامه عن طريق البلازما ميمبرين، ويبدأ يصدر هذا المنتج إلى خارج الخلية. يبقى الفيسيكلز، لو هنقرأ هذا الجزء، الفيسيكلز from form بيتم تكوين هذه الحويصلات and leave Golgi carrying specific proteins، بتحمل البروتين to other locations، هتروح أماكن أخرى يا إما داخل الخلية أو تروح تلتحم على البلازما membrane. طيب بعض من هذه الفيسيكلز هترجع مره ثانيه تروح تكون سيسترنا ثاني بهذا الشكل، او اللي هو خمسه فيسيكلز ترانسبورت سبيسيفيك بروتين باكورد تو نيور جولجي سيسترنا، ترجع مره ثانيه تكون لي صهاريج اخرى. طيب بعض الفيسيكلز ترانسبورت سيرتن بروتينز باكت للاي ار، هترجع للاي ار اللي هي رقم 6. يبقى انت عندك هنا ثلاث مسارات بالنسبه للحويصلات اللي هيتم مرورها داخل جولجي. اللي خارجه من الترانس هتروح على البلازما ميمبرين تلتحم معاه وتخرج ما بداخلها، ممكن يكون هرمونات مثلا، او بعض منها هيرجع لجولجي مره ثانيه، او بعض منها هيرجع للاي ار مره ثانيه. معايا؟ إذا هنا الحويصلات اللي تم تكوينها لها ثلاث مسارات، يا إما تلتحم مع البلازما ميمبرين لإخراج محتوياتها خارج الخلية، يا إما تعود مرة أخرى عشان تكون سيس تاني غشاء مرة أخرى، يا إما تعود إلى الإي آر لإعادة تكوين البروتين مرة أخرى أو تعديله مرة أخرى. طيب اللايزوسوم او المحللات هي احدى هذه الفيسيكلز اللي بيتم تكوينها من الجولجي ابريتس. اللايزوسوم
هي عبارة عن membranous sac أكياس غشائية تحتوي على hydrolytic enzymes تحتوي على إنزيمات هاضمة. هذه الإنزيمات can digest تقدر إنها تهضم كل أنواع الماكرو مولكيولز زي ما اتفقنا كلمة الماكرو مولكيولز بروتين كربوهيدرات ليبيدز نيوكليك أسيدز تمام اللي هي الأورجانيك كومباوندز كلها. إذا اللايزوسوم هي عبارة عن معدة داخلية داخل الخلية لاحتوائها على إنزيمات هاضمة تمام. طيب لو هتلتحم بمادة غذائية لو أنا في مادة غذائية جاية من خارج الخلية وداخلة داخل الخلية تيجي اللايزوسوم تلتحم معها في عملية تسمى الفاجوسيتوزيس اللي هي البلعمة عملية البلعمة بحيث إن بتيجي المحللات أو اللايزوسوم بعد ما تم تكوينها من جولجي أبريتس تقوم تلتحم مع الماكروموليكيول أو الفود فاكيول اللي تم تكوينها أثناء دخولها داخل الخلية. العملية دي اسمها فاجوسيتوزيس. طيب لو عندك عضية هذه العضية هربة أو خلاص لم يكن لها وظيفة فهذه الحالة اتحولت العملية من الفاجوسيتوزيس للأوتوفاجي. الأوتوفاجي هي عملية تكسير العضيات التالفة داخل الخلية وتحويلها طبعا إلى إيه؟ إلى مولكيولز حيث إن الخلية تستفيد من هذه المولكيولز. يبقى هو هنا ادالك مثال لمثلا ميتوكوندريا تالفة بتيجي اللايزوسوم تلتحم معها تبدأ تكسرها وتحولها إلى مولكيولز. اتفقنا إن الأورجانيلا هي عبارة عن مجموعة من المولكيولز من الجزيئيات بتبدأ تكسرها وتبدأ الخلية تحولها إلى مواد بسيطة عشان تقدر إنها تستفيد منها مرة تانية. إذا اللايزوسومز بتقوم بعمليتين فاجوسيتوزيس ده لو هي هتلتحم مع ماكرو مولكيولز أي تكون فود فاكيول فجوات غذائية أو أوتوفاجي معناها إنها هتتحد مع عضيات تالفة أو مكونات داخلية داخل الخلية ما عادش لها وظيفة فبتبدأ إنها تكسرها وتحولها إلى مولكيولز. البلانت أو الفانجل سيل اللي هي الخلايا النباتية أو الخلايا الفطرية may have one or several vacuoles ممكن يبقى فيها فجوة أو عدة فجوات. يبقى دي حاجة تخص إن الخلايا النباتية والخلايا الإيه؟ الفطرية يعني إما فيها فجوة أو فيها عدة فجوات. طيب الفود فاكيول الفود فاكيول احنا لسه قايلين دلوقتي لما يكون عندك انت غذاء غذائية الخلية بتبدأ تعمل لها ايه؟ تبدأ تعمل لها فاكيول فجوة فبسميها انا فود فاكيول. الخلية بتتعامل معها عن طريق اللايزوسوم اللي هي المحللات وتبدأ تهضمها في عملية البلعمة اللي هي الفاجوسيتوزيس. في نوع اخر من الفجوات وده بيبقى موجود في البروتيستس اللي هي الطلعيات اللي هي بنسميها الكونتراكتايل فاكيولز اللي هي الفجوات المنقبضه ودي نظرا لان هذه الكائنات بتعيش في وسط مائي فطبعا بيبقى الضغط الاسموزي هنا بيبقى مختلف ما بين الكائن الحي والوسط المحيط فبالتالي بتبقى محتاجه انها تخرج الماء الزياده اللي دخل جوه الخليه هذا الكائن فتبدا تعمل عمليه بامب للاكسس ووتر اوت اوف ذا بروتيست سيلز تخرج الايه الماء الزياده بعيد خالص عن الايه بعيد خالص عن الكائن الحي فبالتالي بيبدا يحافظ على الضغط الاسموزي الداخلي بالنسبه لهذا الكائن وده في الغالب بالنسبه للكائنات اللي بتعيش في الوسط المائي. يبقى الكونتراكتايل فاكيولز هي اللي هي الفجوات المنقبضه. النوع الثالث من الفجوات اللي هو السنترال فاكيولز اللي هي الفجوات المركزيه ودي تخص النباتات يعني دي دايما احنا بنلاقيها في الخلايا النباتيه are found in plant cells دي موجوده في الخلايا النباتيه وظيفتها hold تمام reserves of important organic compounds and water يعني بتخزن الميه والمواد العضويه
داخل الايه داخل الخلايا. وزي ما لاحظ ان ده موجود بشكل واضح جدا في النباتات الصحراويه انها بتخزن الميه داخل فجوات كبيره جدا، تمام، وفي نفس الوقت هي تعتبر مصدر للميه لجميع من الكائنات اللي بتعيش في الصحراء. يبقى سنترال فاكيولز هي موجوده في النباتات وبتخزن الاورجانيك كومباوندز والميه لهذا الكائن. الاندوممبرين سيستم، هرجع تاني لنظام الاغشيه. شوف احنا شرحنا الاندوممبرين سيستم، احنا قلنا عباره عن مجموعه من الاغشيه. هذه الاغشيه بتقوم بعمل وظيفي يعني كل واحد كل عضيه تكمل الاخرى. ابتديناها من الاي ار وانتهينا بالفجوات او بالحويصلات اللي تم انتاجها عشان تصدير ما تم انتاجه من او ما تم تعديله من البروتين. يبقى الاندو ممبرين سيستم في حد ذاته هي عمليه معقده جدا، عشان كده احنا قلنا ان تركيب الخلايا الحقيقيه هو تركيب معقد، لان داخلها مصانع بتشتغل في عمليه البروتين. عشان كده احنا قلنا هي خاصه بالبروتين ترافيك، مرور البروتين من عده عضيات مع بعض مشتركه مع بعضها. يبقى is a complex and dynamic player in cells compartmental organization. فده مهم جدا. طيب تعالى كده، هو هيربط لي كل العضيات دي مع بعضها. هلاحظ هنا النيوكلير انفلوب اللي هو اللي جاي من النواه بقى. شوف انا هبتدي من اول النواه. خلي بالك انت عندك الماده الوراثيه عليها الشفره اللي هتصنع البروتين. طيب النيوكلير انفلوب is connected to rough ER which is also continuous with the smooth ER. صح، انت عندك هنا الغلاف اللي بيحيط بالنواة هو امتداد للـ ER بنوعيه. الممبرينز and البروتينز اللي هيتم انتاجه، خلي بالكم في رقم 2، الممبرينز and البروتينز اللي هيتم انتاجه في الـ ER هيتم حمله عن طريق الترانسبورت فيسيكلز، حويصلات ناقله للجولجي اباريتس. هذه الحويصلات هتلتحم مع بعضها عشان تكون نيوسيس، صهاريج جديده، تمام، في السيس جولجي. جولجي بينشز اوف ترانسبورت فيسيكلز اند اذر فيسيكلز ذات جيف رايز تو لايزوسومز اند فاكيولز. بعد كده بعد ما بيتم التحام هذه الحويصلات الناقله هيحصل لها نضج من اول السيس فورم الى الترانسفورم، زي ما انا كده راسم السهم كده من السيس اللي هو الوجه سيس الى الوجه ترانس. هيتم انتاج هنا فجوات، هذه الفجوات يا اما هتلتحم مع البلازما ممبرين زي ما انا قلت، بس ناخدها بالترتيب. خلينا مع رقم 4، هيتم انتاج اللايزوسوم. اللايزوسوم بيحتوي على بعض الانزيمات الهضمه available for fusion with another vesicle for digestion لعمليه الهضم، يبقى هتلتحم مع حويصلات اخرى عشان الهضم، تمام، او الترانسبورت vesicles carries proteins to plasma membrane for secretions. هتلتحم بقى مع البلازما ممبرين عشان تخرج منتجات الايه؟ تخرج منتجات المنتج اللي تم تصنيعه في الريبوسوم اللي هو البروتين، ان كان بقى ده انزيم او ان كان ده هرمون ايا كان نوع. هنشوف كده فيديو صغير عن الاندو ممبرين سيستم ونشوف بيقول ايه. The endomembrane system is a collection of membrane-based organelles that work together to create, modify, and export cell products such as proteins and lipids. It consists of the nuclear envelope, the rough and smooth endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, and several types of vesicles. Let's start our tour with the endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum, rough and smooth. The rough endoplasmic reticulum, or rough ER,
is studded with ribosomes. These ribosomes are what give the rough ER its rough appearance. Ribosomes are responsible for producing proteins, which are packaged into transport vesicles and carried to the Golgi apparatus. The smooth endoplasmic reticulum, or smooth ER, lacks ribosomes on its surface. This is why it's called smooth. The smooth ER is mainly responsible for the detoxification of harmful chemicals. It's also responsible for the production of lipids, which are also packaged in the transport vesicles and sent to the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is made of a series of flattened sacs that look a little like pancakes. Its job is to package and distribute cell products that are either destined for a specific location within the cell, such as the plasma membrane, or for secretion from the cell. You can think of the Golgi apparatus as the post office of the cell, where packages are dropped off and destinations are assigned. For example, some of the proteins from the rough ER are modified by the Golgi apparatus to become digestive enzymes, which are packaged into a special type of vesicle called the lysosome. The job of this particular lysosome is to fuse with another vesicle coming in from the plasma membrane. The lysosome's digestive enzymes then break down the contents of the vesicle, releasing nutrients for the cell. Other cell materials leaving the Golgi apparatus may be destined for secretion from the cell. For example, some might be hormones that help with body regulation, while others might be proteins that become part of the material surrounding the cell. Before these products can be exported from the cell, they must first be packaged into a secretory vesicle. This vesicle then merges with the plasma membrane, releasing its contents into the external environment. The endomembrane system can be modified slightly to meet the specific needs of each cell. For example, a muscle cell usually has more rough ER because of its need for protein, while a liver cell usually contains more smooth ER because of its role in detoxification. Regardless of these modifications, the movement of materials within the endomembrane system is basically the same for all eukaryotic cells. أظن يعني كده الصورة أصبحت أكثر إيه؟ أكثر إيه وضوحاً. بالنسبة للإندوميمبرين سيستم زي ما إحنا قلنا هي عبارة عن مجموعة من الأغشية. هذه الأغشية بتقوم بعمل وظيفة واحدة أو مكملة إلى بعضها تخص عملية تصنيع البروتين. الجزء الأخير بقى من المحاضرة اللي هو الميتوكوندريا والكلوروبلاست والعضيات الخاصة بالطاقة. خلي بالنا كده إن الميتوكوندريا والكلوروبلاستس هي عبارة عن عضيات تخص بالطاقة بتحولات الطاقة. لذلك هو بيقول لك change energy from one form to another form. الميتوكوندريا هي the sites of cellular respiration هي مراكز التنفس الخلوي داخل الخلية. الكلوروبلاست found on the implants موجودة فقط في النباتات زي ما اتفقنا قبل كده وهي كمراكز لعمليات البناء الضوئي اللي هو الفوتوسينثيس. اللي هو البناء الضوئي. الميتوكوندريا تقريبا موجوده في جميع خلايا اليوكاريوتيك سيلز تمام؟ تركيبها عباره عن سموز اوتر ممبرين عباره عن غشائين. واحد فيهم في الخارج بنسميه سموز اوتر ممبرين وغشاء داخلي بيعمل لفات كثيره جدا في الداخل لزياده مساحه السطح عشان عمليات الايه؟ التنفس الخلوي. الانر ممبرين بسميه كريستا، انا بسميه هنا ايه؟ كريستا. اللي هو ده نجيب بس القلم مره ثانيه. نعم اللي هو ده اللي هو الكريستا. لاحظ انه عباره عن تفرعات داخليه موجوده داخل ايه؟ داخل الميتوكوندريا. الكلوروبلاست اللي هي عباره عن البلاستات الخضراء هي سبيشاليزد ممبر اوف ا فاميلي اوف كلوزلي ريليتد بلانت اورجانيلز كولد بلاستيدز. هي عباره عن تراكيب تخص النباتات. أو بمعنى أدق هي تخص الكائنات اللي تقوم بعمل صناعة غذائها بنفسها، يعني دي تبقى أدق يعني. أنا الكلوروبلاستس هي موجودة في الكائنات اللي بتقوم بعمل غذائها بنفسها عن طريق الطاقة الضوئية، بتستخدم ضوء الشمس. هذه البلاستيدز أو اللي هي النباتات الخضراء تحتوي على الكلوروفيل اللي هو الصبغة الخضراء أو اليخضور أو الكلوروفيل، إحنا بنسميها الكلوروفيل أو اليخضور أو الصبغة الخضراء. لها ثلاث وظائف مهمه جدا اللي هي اللايت ابزوربنس بتعمل امتصاص للضوء
موجودة في الجرين تيشوز، معظم الجرين تيشوز يحتوي على الكلوروفيل، موجودة في السيلاكايد. والسيلاكايد ده هو أحد التراكيب اللي موجودة للكلوروبلاستس، وهناخدها دلوقتي. الكلوروبلاست are found in leaves and other green organs of plants and algae. والطحالب طبعا، algae هي الطحالب. هلاحظ كده في التركيب عبارة برضو عن اثنين membranes، outer and inner membranes، تحتوي على سيلاكايد، او ادي السيلاكايد اللي احنا اتكلمنا عليه، عباره عن اكياس غشائيه متراصه فوق بعضها، تشكل الجرانم، تعمل كده هذه الاقراص مع بعض تعمل جرانم. اما السائل اللي موجود ما بين السيلاكايد مع بعضها انا بسميه ستروما. الستروما هو الانترنال فلويد الموجود داخل الكلوروبلاست. احنا اتفقنا ان السيلاكايد عباره عن الميمبرينس ساكس، وده احنا هنشرحه بالتفصيل بعد كده باذن الله. يبقى اذا الكلوروبلاست عباره عن غشائين، واحد خارجي وواحد داخلي، مع سيلاكويدز، وبالعربي هي اسمها سيلاكويدز. والستروما اللي احنا قلنا اللي هو عباره عن الحشوه الداخليه او سائل لزج سميك موجود في الداخل. ده بالنسبه للكلوروبلاست. اخر شيء بقى اللي هو البريكسومز. والبريكسومز هي عباره عن عضيات بتحول الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2 واللي جاي من الايد بتاع الدهون، وتعتبر ماده سامه داخل الجسم بتحولها الى ووتر. وده في الغالب بيبقى موجود في خلايا الليفر زي ما قلنا قبل كده. الليفر هو خاص بايه؟ هو خاص بعمليه هضم او التخلص من السموم في الجسم. كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة الخاصة بالخلية وعضيات الخلية. في أي أسئلة؟